أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا من كتاب الكافي الشريف. قد ذكرنا فيما مضى ان الامامه تعيين من الله سبحانه وتعالى، وهي عهد الله الذي اخبر به نبيه ابراهيم عليه السلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمام عهد الله وعهد الله إليه لا إلى الناس. والله سبحانه وتعالى عين الأئمة. فنحن كيف نعرفهم؟ نعرف الأئمة عن طريق نص رسول الله صلى الله عليه وآله. ونص الائمه السابقين والمعجزه وهناك علائم كثيره ذكرناها فيما مضى وقد ذكرنا ان المعاجز التي صدرت من الائمه عليهم الصلاه والسلام هذه المعاجز عاده كانت خاصه للخاص من الناس ولم تكن معاجز عامه للجميع كالأنبياء، الأنبياء معاجزهم كانت عامة للجميع. موسى عصاه كان يراه جميع الناس يتحول إلى ثعبان. الرسول محمد صلى الله عليه واله قرآنه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، هذا يراه ويسمعه جميع الناس. وهكذا سائر معاجز الأنبياء. أما الأئمة فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون معاجزهم خاصة وهذا له حكمة بيناه فيما مضى إلا المعاجز التي صدرت على يد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فكان فيها معاجز عامة كرد الشمس مثلا وكالتكلم مع جمجمة كسرى وغير ذلك من معاجز عامة أيضا هذا الاستثناء له سببه الذي ذكرناه. أما سائر الأئمة معاجزهم كانت خاصة فعمدة الدليل على إمامتهم هو النص. وأيضا هناك علائم أخرى كأن يكون أكبر أبناء الإمام السابق الأحياء من غير علة هذه القاعدة العامة إلا استثناء واحد فيها وهي إمامة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد إمامة الحسن أما في غير هذا الاستثناء جميع الأئمة أكبر أبناء آبائهم الأحياء من غير علة وأيضا أن يكون وصي أبيه أيضا هذه علامة عامة وعلائم أخرى أيضا مذكورة. في هذا الباب باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه السلام، بعض الأحاديث الدالة بالصراحة على أن أباه الإمام الكاظم نص عليه، وبعض الأحاديث التي فيها دلالة بالإشارة، إما بالكناية إما بالمفهوم إما بطريقة أخرى غير الصراحة الحديث الأول عن الحسين ابن نعيم الصحاف قال كنت أنا وهشام بن الحكم وعلي بن يقطين ببغداد فقال علي بن يقطين كنت عند العبد الصالح جالسا فدخل عليه ابنه علي فقال لي يا علي بن يقطين: هذا علي سيد ولدي، أما إني قد نحلته كنيتي، فضرب هشام بن الحكم براحته جبهته، ثم قال: ويحك كيف قلت؟ فقال علي بن يقطين: سمعت والله منه كما قلت، فقال هشام: أخبرك أن الأمر فيه من بعده. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان يسكن المدينة، لكن هارون العباسي استدعى الإمام إلى بغداد، أو أُخذ مخفوراً إلى بغداد، فترة كان مسجون في البصرة، وفترة كان مسجون في بغداد، ثم أطلق سراحه سرا ، أطلق سراحه لفترة وهو في بغداد، ثم أيضا سجن مرة أخرى، وسم في السجن، في السجن، فقضى نحبه شهيدا. في الفترة التي الإمام كان طليقا في بغداد، التقى به علي بن يقطين. علي بن يقطين هذا كان من خواص الإمام الكاظم. لكنه كان وزيرا في البلاط العباسي وأما سبب كونه في بلاط بن العباس لأن أباه يقطين كان عباسيا ولم يكن شيعيا وهذا كان من خلص أنصار بن العباس فطبيعي أن يقطين كان من المدافعين عن بن العباس شارك في حروبهم ودافع عنهم فكان وزيرا عند بني العباس عظيم المنزله عندهم، ومن الطبيعي ان ابناءه ايضا يكونون عندهم تلك المنزله عند بني العباس، هو يقطين كان يعلم ان ابناءه يتشيعون، لكن ابناءه العاطفه عاطفة الابوه والبنوه كانت تمنعه من ان يشي بهم او ان يبعدهم يختلفون في العقيده ولكن اقرباء في النسب فلذا يقطين ادخل ابناءه في البلاط العباسي وعلي بن يقطين استاذن الامام الكاظم لانه واحد يكون من اعوان الظلمه هذا لا يجوز ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالإمام الكاظم أجاز له أن يكون في بلاط بن العباس حتى يرعى أمور الشيعة ويدفع عنهم شر الظلمة من بني العباس وعلي بن يقطين كان متضايقا من الوزارة وكم مرة أراد أن يستقيل، لكن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لم يأذن له ولذلك كان علي بن يقطين دوره في حفظ الشيعة والتغطية عليهم ومنع الوشاية بهم كان دورا كبيرا علي بن يقطين التقى بالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والظاهر أنه كان في بغداد في هذه الفترة التي أطلق سراح الإمام عليه السلام ويمكن أن يكون ذلك في المدينة لأن علي بن يقطين أحيانا كان يأتي إلى الحج وكان يلتقي بالإمام عليه الصلاة والسلام فعلي بن يقطين يقول كنت عند العبد الصالح هي كلمة العبد الصالح في الروايات يقصد بها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هذه هذا لقبه جالسا فدخل عليه ابنه علي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دخل في المجلس فقال لي يا علي بن يقطين هذا علي سيد ولدي هذا فيه إشارة على إمامته لماذا؟ لأن الإمام أفضل أهل زمانه، ولا يعقل أن يقدم الله سبحانه وتعالى المفضول على الفاضل، هذا خلاف الحكمة، إذا واحد أفضل أنت تنحيه وتجيب واحد دونه في المرتبة، هذا عمل قبيح، لذلك الآن مثلاً في الدول الدكتاتورية تشوف مثلا أحيانا بعض المناصب يتقلدها من لا خبرة له سوى أنه مرتبط بالدكتاتور أو بالرشوة والواسطة اجا، لذا يُنتقد هذه الحالة في الدول الدكتاتورية أنه أنتم قدمتم المفضول على الفاضل اكو كلمة منسوبة لامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول من علائم زوال الدول أربع من جملتها إبعاد الأفاضل وتقريب الأراذل، الله سبحانه وتعالى حكيم ومن حكمته انه حينما يختار للنبوة أحدا أو يختار للإمامة أحدا يختار أفضل الناس الله يصطفيه إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله أراد أن يجعل آدم خليفة في الأرض وأن يأمر الملائكة ليسجدوا له فاصطفاه. اصطفاه يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى فضله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. افضل من الملائكة لانه اعلم منهم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء والأوصياء. الإمام أفضل أهل زمانه. وهذه قاعدة عقلية واضحة. لا ينكرها إلا مكابر. زين. الله سبحانه وتعالى يريد يختار أحد للإمامة من أولاد الإمام الكاظم. لأنه قد مر سابقا أنه الإمام في العقاب من أب إلى ابن إلا باستثناء من الحسن عليه السلام إلى الحسين عليه السلام والآية تلوناها سابقا الآية التي في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه الآية التي في سورة الأحزاب ترتبط بالإمرة أما الآية التي في سورة الأنفال فترتبط بالميراث. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في العقاب. ما دام الإمام الكاظم هو الإمام، فأحد أبنائه أحد أبنائه يكون هو الإمام. فإذا كان علي عليه السلام الرضا كان سيد ولده، يعني أفضل منهم يسودهم. فإذا كان سيد ولده فمعناه انه هو الامام، والا لو الامام غيره يكون تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح. هشام ابن الحكم متكلم، لذلك ادرك ان هذه الكلمه اشاره الى امامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. لان هشام ابن الحكم في البدايه لم يكن شيعيا. حتى انه خاله كان جايب عند الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. فخاف يجيب عند الإمام قال أن هذا لسانه مثلا لسان سليط أخاف يتكلم بكلام غير لائق الإمام قال له جيبه فالإمام ناقشه وحداه الله سبحانه وتعالى بكلام الإمام لأنه هو سابقا كان من العامة وكان من المجسمة يعني يعتقد بأن الله جسم تعالى الله عن ذلك لكن اهتدى الى نور اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والامام الصادق علمه الكلام فصار متكلم الشيعه لذلك ادرك هذه الاشاره هذا علي سيد ولدي اما اني قد نحلته كنيتي هذا تشريف له لان الامام الكاظم كنيته أبو الحسن الإمام الرضا أيضا كنيته أبو الحسن هذا النوع تشريف إلى أنه كنيتي أنحلها لك من النحلة أو النحلة كلاهما جائز بالفتح والكسر النحلة أو النحلة شنو هي؟ عطية على سبيل التبرع والتكريم وهي أخص من الهبة ويقال انها مشتقة من النحل يعني كالعسل من حيث مثلا حلاوتها فضرب هشام بن الحكم براحته جبهته راحه باطن الكف ضربها على جبهته هذه على سبيل التعجب ثم قال ويحك هذه الكلمه تستعمل ايضا في التعجب وأيضا تستعمل في المدح ويحك كيف قلت كرر هذا الكلام يمكن أنت ما تدرك معنى هذا الكلام لكن أنا أدركت هذا الكلام فقال علي بن يقين سمعت والله منه كما قلت فقال هشام أخبرك أن الأمر فيه من بعده يعني الإمامة تكون في الرضا عليه السلام الحديث الآخر ايضا عن الامام الكاظم عليه السلام انه قال: ان ابني عليا اكبر ولدي، وابرهم عندي، واحبهم الي، وهو ينظر معي في الجفر، ولم ينظر فيه الا نبي او وصي نبي. في هذا الحديث الامام الكاظم يبين بعض خصائص الامام الرضا عليه السلام. والتي فيها ما يدل على إمامته إن ابني عليا أكبر ولدي هذه علامة من علائم الإمامة لأن الإمامة في أكبر الأبناء الأحياء إذا لم يكن فيه عاهة ذكرنا أنه أكبر الأبناء الأحياء يعني عندما يموت الإمام السابق هو يكون حي يمكن يكون ابن أكبر منه لكن قد مات في حياة أبيه مثلا علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه هذا هو أكبر أبناء الإمام الحسين لكن استشهد في حياة الإمام الحسين فلما استشهد الإمام الحسين من كان أكبر أبناء الإمام الحسين الإمام الحسين الأحياء كان الإمام زين العابدين عليه السلام وهكذا بالنسبة إلى إسماعيل والإمام الكاظم إسماعيل هو أكبر الأبناء، أكبر أبناء الإمام الصادق، لكنه توفي في حياة الإمام الصادق. عبد الله الأفطح أيضاً أكبر من الإمام الكاظم، لكن كان فيه عيب معوق كان في رأسه أو رجله فطح. فحينما يقول: إن ابني علياً أكبر ولدي، هذه فيه علامة. وأبرهم عندي.. يعني اكثرهم برا لي، لان بر الوالدين في الجمله واجب. الامام افضل الناس من كل الجهات، ومن جمله الجهات انه اكثر برا بوالديه من سائر اخوته. لان الامام افضل من جميع الناس في عصره من جميع الجهات، مو انه من جهه دون جهه. وأحبهم إلي هذا أيضا في إشعار يعني الإمام السابق يحب الإمام اللاحق أكثر من سائر أبنائه لكن عمدة ما في هذا الحديث في الدلالة على الإمامة وهو ينظر معي في الجافر الجافر صندوق من جلد وكان ضمن مواريث الأئمة عليهم الصلاة والسلام أكو جافر أبيض وجافر أحمر الجفر الأحمر فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وهبه لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في ساعة احتضاره وفيه أيضا مواريث الأنبياء كعصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف وما إلى ذلك، هذا في الجافر الأحمر. هناك جافر ثاني يعني صندوق جلدي ثاني هو الجافر الأبيض. فيه الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء. الكتب التي نزلت على آدم عليه السلام والتي نزلت على نوح والتي نزلت على إدريس وصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود جميع الكتب التي نزلت هذه موجودة في الجافر الأبيض وأيضا في الجافر الأبيض كتاب علي عليه السلام ومصحف فاطمة سلام الله عليهما هذا من المواريث الخاصة لا يطلع عليها أحد يعني كانت عند رسول الله صلى الله عليه واله ثم انتقلت الى امير المؤمنين ثم الى الحسن ثم الى الحسين ثم الى زين العابدين عليهم الصلاه والسلام جميعا ثم الامام الباقر وهكذا وهي الان بحوزه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا الحديث ماذا يقول الامام الكاظم؟ وهو يعني الإمام الرضا ينظر معي في الجافر، هذا خاص بالأئمة الصلحاء والأولياء وأبناء الأئمة الأتقياء من غير الأئمة، هؤلاء لا تصل أيديهم إلى الجفرين، الجفر الأحمر والجفر الأبيض، وهو ينظر معي في الجافر ثم يقول الإمام الكاظم ولم ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي ثم ننتقل إلى الحديث الثالث عن داود الرقي قال قلت لأبي إبراهيم أبو إبراهيم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هذه كنية من كناه لانه كانت له كنا متعدده قلت لابي ابراهيم عليه السلام جعلت فداك اني قد كبر سني فخذ بيدي من النار يقول اني انسان كبير في العمر واخشى ان اصابك شيء لا اعرف الامام من بعدك ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هي ميته الجاهليه شنو هي ميته كفر ونفاق هذه هي ميته الجاهليه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه في حديث ثرويه العامه من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، زين يعني يقول اني واحد كبير السن، أخشى أن تموت وأني كبير ما أقدر أحقق في الأمر. الإنسان الشاب يمكن يقدر يحقق يسافر يذهب هنا هناك، لكن واحد كبير شايب يمكن يعجز عن ذلك، فإذا مات وهو لا يعرف إمام زمانه. يكون من أهل النار لأنه الذي يموت ميته جاهليه يعني ميته كفر ونفاق، الكافر والمنافق مكانه في النار، والرسول قال ستفترق أمتي على 73 فرقه، فرقه في الجنه والباقي كلهم في النار، فخذ بيدي من النار، يعني أنقذني منها، لأن الإنسان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم أنقذكم الله بأبي محمد كما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها الإنسان إذا لم يكن له خاد من الله فمصير إلى النار فخذ بيدي من النار هذه المسألة من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على الفرقة الناجية أنه الرسول وقال الرسول اخذوا بيد المؤمنين فانقذوهم عن النار من النار فخذ بيدي من النار قال فاشار الى ابنه ابي الحسن فقال هذا صاحبكم من بعدي. حديث اخر عن محمد بن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول يعني الامام الكاظم لانه ذكرنا الامام الكاظم كنيته ابو الحسن وقد انحل هذه الكنيه للامام الرضا فالامام الرضا ايضا كنيته ابو الحسن والامام الهادي ايضا كنيته ابو الحسن فحينما يردون يميزون يذكر يقول ابو الحسن الاول او ابو الحسن الماضي او ابو الحسن بشكل مطلق اللي هو الامام الكاظم، إذا يريد يقول الإمام الرضا يقول أبو الحسن الثاني، إذا يريد يقول الإمام الهادي يقول أبو الحسن الثالث. قلت لأبي الحسن الأول: "ألا تدلني إلى من آخذ عنه ديني؟" يعني من بعدك؟ الآن أنت موجود، أنا آخذ ديني منك. لكن من بعدك ماذا أصنع؟ "فقال هذا ابني عليٌّ. هذا ابن علي أخذ معالم دينك من هذا هذه إشارة والنص على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الإمام يبين قاعدة عامة القاعدة العامة هذا الرد لمذهب الواقفة لأن الواقفة هؤلاء وقفوا على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه الامام مات في السجن مسموما خلص انتهى الامر هذا هو الامام الاخير اذا الان مات الله سيحييه ليكون هو الذي يقوم بالسيف هنا الامام الكاظم ردا للواقفه يبين القاعده العامه ان الارض لا تخلو من حجه ما يصير نقول الامام الاخير مات وانتهى الامر ما عندنا امام الان الا ان الله سبحانه وتعالى يحييه فيقوم بالسيف او الله سبحانه وتعالى يخلق انسانا ليكون هو المهدي مثلا يقوم بالسيف كلا القاعده العامه ان الارض لا تخلو من حجه من اليوم الاول اللي الله سبحانه وتعالى خلق ادم الى ان تنقرض البشريه اول انسان خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الارض هو حجه الله لان ادم نبي. وهذه الحجه مستمره لا تخلو الارض من حجه وفيما مضى نقلنا الروايات الكثيره الداله على هذا. هنا الامام الكاظم بعد ان اشار ونص على ابنه علي الرضا عليه السلام يبين القاعده العامه ردا على الواقفه هذا ابني علي ان ابي يعني الامام الصادق اخذ بيدي فادخلني الى قبر رسول الله صلى الله عليه واله، لان قبر الرسول كان في حجره الرسول توفي ودفن في الحجره فالمسلمون كانوا يزورون الرسول من خارج الحجرة وأحيانا كانوا يدخلون أو كان البعض يدخل في داخل الحجرة إن أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا لبيان أهمية المطلب فقال يا بني إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة وان الله عز وجل اذا قال قولا به اني جاعل في الارض خليفه <applause> هذه جمله اسميه ما قال ساجعل في الارض خليفه تكون جمله فعليه لا قال اني جاعل والجمله الاسميه تدل على الاستمرار فمعنى هذه الايه استمرار الخليفه مو فقط ادم لا، الأمر يستمر الخليفة في الأرض مستمرة، خليفة الله فقط الأنبياء والأوصياء، أما المؤمنون فليسوا خلفاء الله، الناس ليسوا خلفاء الله سبحانه وتعالى، البعض يقول الإنسان خليفة الله، كلا، النبي والوصي هو الذي يكون خليفه لله سبحانه وتعالى بمعنى انه ينفذ اوامر الله في الارض اني جاعل في الارض خليفه هذا الامر مستمر وان الله عز وجل اذا قال قولا وفى به الله اذا اخبر بشيء يفي بذلك الخبر لانه اذا الخبر الله سبحانه وتعالى ما حققه يكون كذب والله منزه من ذلك او اذا الله سبحانه وتعالى وعد بشيء الوفاء بالوعد عقلا واجب وخلف الوعد قبيح جدا نعم في الوعيد لانه تهديد يمكن ان يعفو عنه يهدد يعفو عن هذا لا باس به اما الوعد والخبر لا يمكن الخلاف فيه لأنه الوفاء بالوعد واجب وخالفة الوعد قبيحة والإخبار عما لم يقع ولا يقع هذا كذب والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فالله حينما أخبر أنه بشكل مستمر سيكون له في الأرض خليفة فهذا وعد من الله والله يفي بهذا الوعد أو هذا إخبار من الله والله سبحانه وتعالى لا يقول الكذب تعالى عن ذلك علوا كبيرا فإذا القاعدة العامة أنه الأرض لا تخلو من حجة فواحد يجي من الواقفة يقول الإمام الأخير هو الإمام الكاظم مات خلص انتهت الإمامة هذا كلامه يخالف كلام الرسول والأئمة ويخالف كلام الله سبحانه وتعالى فإذا الإمامة بعد الإمام الكاظم مستمرة زين من الإمام من بعدك نص على ابنه علي الرضا عليه الصلاة والسلام وهناك أحاديث أخرى أيضا نتركها إلى حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين